السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. الدرس ديال اليوم كان غيكون بمناسبة رأس السنة الميلادية اللي كنتمنى أن أدخل لكم بالصحة وبالسلامة وبالرزق وبالتيسير، وباش كنتمنوا سوختو الصحة سوختو الصحة، ولكن لظروف صحية ما قدرتش نحط لا فيديو حيت ما قدرتش ندير المونتاج صراحة. كنت بوزيتيف، كنت كورونا جات زارتني، واخيرا بقيت عامين ولا 3 سنين وهي معانا. تنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. الصراحه ماشي انا اللي تصابيت بها، بابا وماما اللي تصابوا بها، وانا كنت مقابلاهم فتعاديت الحمد لله. دازتني خفيفه، ماما تعذبات فيها بزاف. الناس اللي عندهم لي مالادي كرونيك ردوا بالكم بزاف بزاف بزاف، لانها فعلا كتهلك الناس اللي عندهم لي مالادي كرونيك بحال السكر او لا طونسيون او لا او لا او لا. فنتمنى لكم يا ربي العفو والعافيه من عنده، الصحه، وربي يحفظكم من كل افه ومن كل داء يا ربي. نطوينا هاد الصفحه ندوزوها وندخلوا ان شاء الله في الموضوع ديال اليوم اللي غادي يكون هو عباره على عمل اللي جمع فيه ثلاثه ديال المواضيع: اعاده التدوير، يعني حاجه خسرت لينا ما غاديش نرميوها، كيفاش ممكن نستغلوها، غادي نصنعوا منها ديكور، و غادي نشوفوا واحد الحيله جديده في العمل على الزجاج اللي ممكن نطبقوها بلاصه الغولييف. نورمالمون الغولييف هو واحد الماده اللي كنديروها فوق الزجاج. سانتاكس هو واحد القرعه بيضاء مكتوبه بالخضر مكتوبه فيها سانتاكس دو غولييف، ولكن الخدمه ديالو متعبه شي شويه حيت كنديروا لاكوش، نخليوها حتى تنشف، نزيدو كوش وحده اخرى نخليوها حتى تنشف، نبقاو نزيدو في لي كوش باش يعطينا داك الارتفاع ديال الغولييف. ولكن بالحيله ديال اليوم خفن زربان غادي نديرو الغولييف ان شاء الله فوق الزجاج. فخليكم معايا باش نشوفو المراحل ديال هاد العمل وندوزو مباشره نشوفو اشنو غنحتاجو فيه. مشينا يلا. اي فوالا البنات، بحال اللي كتشوفو قدامي مرايا، هادي راه ماشي مرايا، جوج مرايات. مرايا كانت عندي في الحمام وتهرست ليا، تهرسنا واحد في الطرف، فقلت علاش لا ما نستغلهاش في صنع ديكور. ديتها للمزاج اللي قطع ليا منها جوج ديال الدوائر، الدائره الصغيره فيها 26 والدائره الكبيره فيها 34. نتوما غادي تشوفوا الحجم اللي غتعطيكم المرايه ديالكم، ممكن ديروها تكبر من هكذا. انا عندي واحد اخر واحد الشكل واحد اخر دايره اكبر من هكا، مي دايره فيه الورد ديال السيراميك، وهذه غادي نديرو لها شكل واحد اخر. المرايه واخا قطعتها وصايبتها بحال هكذا ما كانش عندي الوقت نخدمها، وبقات مخبيه مده طويله. شوفوا كيخرج ليا فيها الكحوله، شفتوا المرايات تخسرات من اللور بحال تكرطات وخرج فيها طلع فيها الكحوله في الدائره الكبيره، ما الدائره الصغيره بقات لي مزيانه. ولذلك ان شاء الله غادي نديرو لها اعاده التدوير. غادي نحتاجو البابي كربون في لون مغلوق باش يبان لينا في المرايه. بحال اللي كتعرفوا الخدمه في المرايه من اصعب الاعمال، راه كترد بزاف الشعاع وكتحول شي شويه العينين. غنحتاج لرشمه الفاشيون ديالي، انا غنخدم بالفاشيون ذهبي ديال ريش، تقدروا تخدموا باي فاشيون عندكم، اي لون عندكم، اي ماركه عندكم، ماشي بالضروره داكشي اللي كنقول. بحال اللي كتعرفوا ديما انا الرشمه كنقطعها على حسب الدائره، يعني كنقطع الورقه على حسب الدائره ديالي مثلا، وكنكبر الرشمه ديالي في البيسي ديالي، كنبقى نكبر حتى كنحصل على الحجم اللي بغيت، وكنحط الورقه فوق البيسي وكنخدم. هذا الشيء فايت خدمته معكم وريتكم كيفاش كناخذ الرشمه ديالي من البيسي وكيفاش كنكبرها. كخطوه اولى اكيد خاصنا نمسحو المرايه ديالنا مزيان، ما يبقاش فيها الشوائب، ما يبقاش فيها الغبره ولا شي حاجه اللي ممكن انها ما تخليش صبغه تلصق لينا في المرايه. ونتاكدوا باللي راها ناشفه تماما باش ما يبقاش يزلق لينا فوق منها الفاشيون، حيت الفاشيون اللي درناه فوق زاج او فوق مرايه وهي باقيه فازقه شي شويه، راه الفاشيون غادي يزلق، ما كيشدش في المرايه، وخا تينشف تيولي بحال كيزلق. لذلك تاكدوا ان المرايه ديالكم ناشفه. ثم غادي ناخذ البابي كربون ديالنا في اللون المغلوق، بحال اللي قلت لكم الكحل او الاحمر او داك الخضر المغلوق الزيتي ولا اوبس. قطعت هنايا البابي كربون ديالي كنلصق لي فيه السكوتش،
المهم ماشي مشكل، غنحاول انني نخدم بالطرف الجنباني. الوجه اللي كله احمر هو اللي كيكون من جهة المرايه، والوجه اللي فيه الكتابه هو اللي كيكون من الفوق. ثم غنحط الرشمه ديالي، وغادي نتاكد ان الرشمه ديالي مقاده. فوالا، و تو سامبلومون غادي ناخد واحد ستيلو وغنبدا نتراسي الى الرشمه ديالي، باش ما تابيماش ليكم اولا تقطع ليكم الرشمه الا كنتو بغيتو تخدموا بها بزاف ديال المرات اولا بغيتو تحصدوا بها. تنقول لكم دائما واحد لاستوس، هي انكم تاخذوا سكوتش ديال لومبالاج وغادي تديروا عليها واحد الطبقه ديال السكوتش من الوجهين الفوق والتحت، فكتبقى لكم الرشمه ديالكم مزيانه وصحيحه وتقدروا تستعملوها بزاف ديال المرات. المهم هادشي اللي كنشرح انايا، راه ملي كنت كنصور كنت كنهضر وكنصداع صراحه، مابقيتش عارف الصراحه فين غنخدم وحق الله. فين ما مشيت عندي الطيور في المحل، صداع الطوموبيلات، المهم غير قبلوا عليا وصافي. كنحاول نوصل المعلومه والسلام. فوالا، نقاد الرشمه ديالي مزيان باش تجي سونطري، وغادي نبدا نعاود على الرشمه ديالي بالستيلو. فوالا، انا من بعد ما كملت الرشيم ديالي ها هو، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا ما تيبانش. المهم انا راه كيبان ليا، كيبان ليا الرشيم في الاحمر. غادي ندوز باش ندوز الرشيم ديالي كله بالفاشيون ذهبي. انا اختاريت ذهبي، نتوما تقدروا تختاروا اي نوع، تقدروا تختاروا اي مارك، ماشي بالضروره انا هنا كنخدم بريش. تقدروا تخدموا نتوما بفورك ارت ولا بفيفا ولا بالزاج، ماشي مشكل، بيسكو هادي اصلا ديكور ماشي غيتغسل بالماء ولا شي حاجه. فالمهم نتوما حرين، شوفوا اللي متوفر عندكم في المدينه ديالكم تقدروا تخدموا به. فانا غادي نخدم بالفاشيون ديالي. متأكد انه تيخرج، ثم عندي لومبو عوج صافي نبدلو. ثم من هنا انا كنبان في المرايا، غادي نبدا نتراسي الرشمة ديالي كلها. الرشيم ديجا خدمناه وشفنا كيفاش نخدمو بلا ما يتكونوا لينا دوك الحبيبات، وكيفاش نمشيو الاتجاهات. وداك الشيء اللي خدمناه هو اللي غنطبقو في هاد المرحله. فوالا، هيا من بعد ما كملتها بالرشيم غادي نخليها تنشف تماما. صراحه كنت غندير جوج ديال الاجزاء في هذا العمل، هذا الجزء الفوقاني والجزء التحتاني، ولكن قلت نصور كل شيء في مره، ما كاين لاش، واخا يجي الفيديو طويل شي شويه ولكن يستاهل. دابا غادي نحتاجو للصباغه، صباغه خاصه بالزجاج، هذه انامل خاصه بالزجاج ديال فورك ارت، فيها الالوان. صراحه كنت متردده بين الكحل وبين الاحمر باش نخدم، ولكن اون فان كونت قررت نخدم بالكحل. فغادي ناخذ واحد الوحده، غادي نحتاج واحد ليبونج
وغنحتاج الباليت. انا نجيب الباليت ديالي. فوالا انا جبتها. غادي ناخذ غير هذا الثاني. فوالا غادي نخوي شويه ديال الصباغه ديالي في الباليت باش تجيني ساهله انني نهزها بليبونج ديالي، وغادي نصبغ بها هذا الكونتور كامل بالاسود بحال هكذا. كنهزو الصباغه ليبونج كتعاوننا بزاف، وكنبقاو نديرو هذوك لي تابوتمون بحال هكذا حتى كنمرو المساحه كلها كنصبغوها بحال اللي شفتوها مخسره ابيمي. غندير فوق تحت منها شي حاجه باش ثقيله باش ما نوسخش الثوب. واحد الحاجه نسيتها، انني ما عاودتش مسحت المرايه ديالي، اكتفيت بالمسحه اللي مسحت قبيله. فما تنساوش انكم تمسحوا. فوالا اذا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نمسحوها مزيان وغادي نعمروها كلها بهذا اللون الاسود اللي غادي نزوقوه مازال من بعد. انا غادي نستمر بهذه الطريقه هكا بحال هكذا كنطابوطيو حتى نعمر المساحه كلها، نخليها تنشف ونرجعو مع بعضياتنا. فوالا هيا رجعنا دابا من بعد ما نشف لينا الفاشيون تماما ونشف لينا اللون الاسود اللي درنا. دابا غادي ندوزو للتقنيه الجديده اولا الحيله اللي قلنا اللي هي الغولييف على الزجاج بدون غولييف، انما غنستعملو ان شاء الله لهاد الحيله مسدس الشمع، يكون ماركه مزيانه، يكون سخون كيسخن الشمع مزيان كيذوبو مزيان باش يجيكم الشكل زوين ويجي ملس، لانه ملي كيكون سخون بحال ملي كنبدا نحط فيه بحال هكذا كي دغيا كيذوب كيولي عنده واحد الملمس ملس من الفوق. اما الا كان عندكم بيستولي ناقص شي شويه اولا ما كيذوبش الشمع مزيان يجيكم فيه بحال تقابي بحال الحفاري، يعني ما كيذوبش ما كيلصقش مع بعضياته. ثم غادي نبدا نعمر هذه المساحات. تحاولوا ان اليد ديالكم تكون خفيفه باش دغيا تعمروا المساحه قبل ما ينشف لكم الشمع، ونستمر بنفس الطريقه حتى نعمر الوريضه ديالي كلها. وما تخافوش من الشمع تقولوا غيطرطخ لكم الزاج اولا شي حاجه، نهائيا هانتوما كتشوفوا قدامكم انا كنخدم به فوق المرايه وكنخدم به فوق الزاج نهائيا، ما عنده حتى شي مشاكل بالعكس، وكيجي الخدمه ديالو زوينه ومرتفعه. فوالا غادي نستمر بنفس الطريقه تنعمر الورده ديالي كلها، وحاولوا ان الاماكن كلهم تعمروهم تدخلوا فيهم الشمع باش يجي الشكل ديال الورده زوين. غنستمر بنفس الطريقه. شوفوا هانتوما لاحظتوا الاولين اللي خدمت راهما بداو كينشفوا، لان اصلا الشمع فيه جوج الانواع. هاد الشمع اللي عندي اللي لاحظتوها راه بيضه، وكاين شمع واحد اخر ترونسبارون كيبقى ترونسبارون، لكن حنا ما عندناش مشكل شمع بيض اولا شمع ترونسبارون، كلشي يقضي لان حنا ما غاديش نخليوه في هذا اللون، وانما غادي نصبغوه بالالوان ديال الزجاج. فوالا نستمر بنفس الطريقه ونرجعوا مع بعضياتنا. البنات لاحظتوا انني اشاك فوا كنبغي ندوز من بيطال لبيطال كندير واحد الحركه بيدي، وهي انني كنحيد داك الخيط اللي كيبقى تابعني ديال الشمع باش ما يطيحش ليا فوق الشمع ويلصق معاه ويبقى مشنتف وعطى واحد المنظر خايب. انما دائما ملي كنبغي ندوز من وحده لوحده لاحظتوا كنحيد داك الخيط كنشدو في يدي، وانا غادي نوريه لكم شحال الجمع. شوفوا من بعد ما نشوف ليا كلشي غندوزو للمرحلة المواليه وهي تطبيق الوان الزجاج. غادي نستعمل انا في هذا الرشمه ديالي غادي نستعمل الاحمر الابيض الكرونه
كوكو ما بغاش يسكت، بالي البارازيت ما خلانيش ندير المونتاج، وانا تعطلت عليكم الفيديو بزاف. لذلك غادي نخليكم مع موسيقى خفيفه، نحاول ان نخدم، حاولت انني نقرب الصوره ولكن خافك شي شويه يدي كتغطي، ولكن نتمنى ان الشكل يكون واضح. فنخليكم مع تتمات العمل ونرجعوا بعد مع بعضياتنا ان شاء الله من بعد ما نصبغوا هاد الوريدات هادو اللي في الكونتور. الطريقه باش كنصبغوا وباش كنديروا الميلونج ديال الالوان كنظن انها واضحه. ديجا خدمناها في التبصير قبل من هكذا، يعني وريتكم كيفاش كندمجوا لي دو كولور. الطريقه تنظن انها واضحه حتى في هذا الفيديو، فنحاول انني نخف شي شويه يديا باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا. وتنساو ما ديروش ليا اللايك وديروا ليا الابوني وديروا ليا البارطاج. يلا حبيباتي نخليكم مع تتمه، وما تنساوش هذاك الزر الاحمر اللي كاين لتحت ضغطوا عليه وفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. فوالا انا من بعد ما سالينا هاد الوريدات كاملين غندوزو لهاديك الرشمه ديال فيساتشي اللي نقدروا نخدموها بهاد الصباغه ديال الانامل، لان حتى هي خاصه بالزجاج كيف اللي ممكن نخدموها بالصباغه ديال البخاريطه المائيه. هنا غادي نبدا نخدمها بهاد الانامل، ولكن غادي نمشي شويه ثقيله، ما عجبتنيش في الخدمه في الاماكن الضيقه. من الاحسن انكم تستعملوا الصباغه الخاصه بالزجاج
بخريطة لأنها سائلة وكتعمر يعني كاع التقيبات، سورتو أن المكان اللي كنخدمو فيه هو مكان ضيق. فأنا خدمت معكم شي شوية بهادي وغنكمل معكم بالبخريطة باش تعرفوا أن ممكن تخدمو بالصباغة اللي بغيتو، ولكن الأريح هي البخريطة. فوالا غادي نستمر بنفس الطريقة ونعمرها كاملة بالأسود، يعني ما فيها لا ديكرادي لا تا شي حاجة. بالنسبة لاختيار الألوان ديال الورد غديرو اختيار يعني كيبقى اللون على حسب الذوق ديالكم، وغادي نستمر بنفس الطريقة ونرجعو باش نبداو إن شاء الله نلونو الجزء الداخلي ديال الوردة اللي أنا قررت أنني نديرو باللون الكرونة. غنديرو بالكرونة وبلا ديكرادي. ممكن تخدموه بنفس الطريقة اللي خدمنا الورد، يعني غتخدمو بلي ديكغادي وتخدمو بكل شي بالبانسو، مي بالبانسو ماشي بالكوردون أو لا شي حاجة، بالبانسو وديرو لا ديكغادي الكولوغ. مي أنا هنا اختاريت أنني نصبغها كلها باللون الكرونة بهاد الطريقة. هنا راني صبغتها كلها وراها باقا اللمسة اللي غادي نضيفو، غادي يعني باقا منشفاتش، وغادي نرش عليها واحد شوية ديال لي بايات من الافضل تخليو الكحل حتى ينشف عاد ديروا هذه العمليه. بحال هكذا الا عندكم السشوار تقدروا ترشوها باش داكشي الزوائد تيطيروا. فوالا غادي نخليها هكذا حتى تنشف ان شاء الله باش نرجعو نديرو هذا الكونتور هذا اللي بقى لينا. فوالا البنات صحاب اللي كانت كيصور هو ما كانش كيصور ليا، قلت لكم بعد هادشي ما نشف كلشي هادشي راه ناشف. دابا هنا غادي نخدم انا غنخدم اختاريت انني نخدم بحجيرات غادي نقشها. ممكن اللي ما بغاش ينقش يقدر يخدم هاد الزواقه ديال شانيل، يخدمها عاوتاني هنايا دايره غتكون بحجم اكبر من هنايا ويخدمها بالذهبي باش يكون داك لوغوبير ديال الذهبي من هنا لهنا. انا غادي نقشها وغادي ندير لها الحجيرات باش تماشى لي مع الصالون ديالي. تقدروا تخدموا حتىنتوما النقش فبحال اللي كتشوفوا هاد الحجيرات ديالي هاد الشكل هذا هو. انا لصقتهم يعني بواحد المسافات متساويه باش يجي الشكل هو هذاك، وغادي نقش ب بلو سيرن. عندي هنايا بخريطه، عندي هنايا بي بي يو، غتختاروا نتوما شنو بغيتوا ولا شنو اللي متوفر عندكم على حسب. انا غادي نخدم بالذهبي لان هنا خدمت ديجا بالذهبي، فانتوما الا خدمتوا هنا بارجونتي تخدموا بارجونتي، خدمتوا بالنحاسي غتخدموا بالنحاسي. كيبقى لكم هنايا اللون اللي غتخدموا به هو اللون اللي خدمتوا به في الدائره الفوقانيه. فعلى بركه الله غادي ناخذ لو سيرن ديالي وغادي نبدا النقش. اول حاجه غادي نحلو نشوف لومبو ديالو واش مخنوق او لا ما مخنوقش. دائما كنجربوا لومبو ديالنا قبل ما كنخدموا، ها هو بحال اللي كتشوفوا مزيان. فعلى بركه الله غادي نبداو.
فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديال المرايا ديال نانت. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها حتى نتوما الى تهرسات لكم مرايا، وحتى الى ما تهرسات لكمش مرايا ممكن تمشيو عند مزاج ويقطع لكم هاد الدوائر بحال اللي صايبتهم، وان شاء الله تعلقوها في الصالون ديالكم بالهنا وبالصحه وبالسلامه يا ربي. بحال اللي كتشوفوا ما بين داك الانصاف ديال الدوائر زدت واحد الرشيمه صغيره ديال فيرساتشي بالفاشيون الذهبي، باش دائما تبقى داك الغوبير ديال الفاشيون واللمعه ديالو في الجزء الاسود. بحال اللي كتشوفوا هذا هو الشكل. دائما الصباغه اللي كتكون في المرايا من الفوق كتحاولوا انكم منين تخدموا ما توصلوش الصباغه للفاشيون. الارتفاع ها هو كيفاش كيبان، راها مرتفعه طالعه على الزاج حيت المرايا شويه كيبان ما كتبانش مزيان، ولكن راها بومبي. فنخليكم في امان الله وحفظه، نلتقاو ان شاء الله في فيديو قادم على قناه لو بانسو. في المقدمه قبيله قلت قناه مدام لمياء، ولكن الفيديو غيكون في قناه لو بانسو. ما تنساوش اللايك والاشتراك القناة وتفعيل زر الجرس، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.